بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت قد تقدمت بمقدمة تحدثت فيها عن أهمية هذه الحلقات بسبب ذكري للحملة الفرنسية على الجزائر وما سبقها من حملة أيضا على مصر، وأهمية ذكر العبر والعظات في هذه الحلقات الطويلة نسبيا، لكن إن شاء الله تعالى أتوقع أن تكون مفيدة حتى لإخوان الجزائريين أنفسهم والعالم العربي والإسلامي بإذن الله تعالى. الجزائر مقدمة عن بلاد الجزائر. الجزائر هي اليوم ثاني دولة عربية من حيث المساحة، تتربع على 2.3 مليون من الأكيال المربعة تقريبا، فهي ثاني دولة بعد السودان، السودان أولا ثم هي. فيها قرابة 30 مليون من البشر، فيها سواحل طويلة، ساحل بحر أبيض المتوسط، هذه السواحل تضيق وتتسع من 80 كيلا إلى 190 كيلا تقريبا. هذه السواحل طبعا خصبة زراعية، ثم بعد الساحل يأتي سلسلة جبال الأطلس والأوراس إلى آخره، ثم بعد ذلك صحراء ضخمة جدا تمثل 80% تقريبا من مساحة الجزائر، وجزء من الصحراء العربية الكبرى الضخمة المعروفة، وهي أكبر صحراء في العالم كما تعلمون، الصحراء العربية الكبرى، ويحدها بلاد عديدة عربية وإسلامية. الجزائر سكانها عرب وبربر، اختلطوا منذ قديم الزمان فصاروا كتلة واحدة، سكان أكثر من 99% مسلمون ولله الحمد، أكثر من 99% وشيء، فهي دولة إسلامية محضة، سكان مسلمون، امتزجت عروقهم وصاروا مسلمين ولله الحمد. لا داعي للحديث الآن عن عرب وبربر إطلاقا، هذه فتنة أراد الفرنسيون من خلال أن يحيوا النعرات الجاهلية وأن يصلوا إلى نتائج يريدونها هم بهذا الإحياء. لا شك أن إثارة البربر وإثارة العرب، وجعل العرب يعتزون بالعروبة وجعل البربر يعتزون بالبربرية، هذا فيه تهديم كامل لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هو المطلوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أكرم الناس عند الله تعالى وأعظمهم تقوى، لن ينظر يوم القيامة هذا أصله عربي، هذا أصله بربري، هذا أصله فارسي، هذا أصله هندي، هذا أصله تركي، هذا كله لن ينظر إليه يوم القيامة، ينظر إلى عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه القاعدة الإسلامية التي نود أن نسير عليها جميعا في جميع بلاد العربية والإسلامية. لا مانع أن يقال هذا أصله عربي، هذا أصله بربري، لا، الأنساب هذه لا بأس بها وتحفظ تواريخ الناس، لكني أقول لا يعتز بها، إنما نعتز بالإسلام. وما أحسن سلمان لما سئل رضي الله تعالى عنه: من أنت يا سلمان؟ قال: أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام وانتهينا، وسلمان منا آل البيت، شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه. هذا هو المطلوب في قضية العرب والبربر، وسآتي على ذكر ما فعلت فرنسا مع البربر إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، حتى نفهم المكيدة، وأنها مكيدة فرنسية من أجل إيجاد التفرقة بالمبدأ الاستخرابي المشهور فرق تسد، مبدأ مشهور جدا. ليس في الجزائر أنهار دائمة الجريان، إنما هي أودية عظيمة تمتلئ بالماء في الشتاء، فإذا جاء انتهى فصل الشتاء جفت هذه الأودية وتصرفت مياهها، فصارت الأرض خصبة جدا تزرع وتنتج خيرات رائعة جدا وعظيمة جدا. كانت فرنسا على امتداد تاريخها، وسيذكر هذا بالتفصيل أيضا، تستورد من الجزائر القمح خاصة، وتستورد مجموعة أخرى من الحبوب، وكانت سلة زراعية رائعة وأرض خصبة للغاية، وهذه من المغريات التي أغرت فرنسا بالمجيء إلى الجزائر، هذا أمر معلوم. الجزائر تربع على موقع جغرافي رائع جدا وثمين جدا وساحل طويل للغاية، هذا أكسبها أيضا، أكسبها في الحقيقة أهمية لا تنكر في موقعها. هناك شعوب سكنت الجزائر منذ ما يقولون ما قبل التاريخ، وهنالك آثار اكتشفت
هذه الآثار توضح أن الشعوب قد استقرت في المنطقة منذ أكثر من 50,000 سنة بهذه الآثار، يعني هذه الآثار أثبتت هذه 50,000 سنة. وإن كان علماء التاريخ يقولون أن هنالك شعوبا استقرت في الجزائر من 500,000 سنة، 500,000 سنة هكذا يوصلونها، 500,000 سنة، لكن الرسوم الصخرية الموجودة أثبتت أن الشعوب الموجودة إنما كانت قبل 50,000 سنة فقط، وخمسين ألف سنة مدة طبعا طويلة جدا. قامت في الجزائر حضارات، حضارة قرطاجية، الحضارة الرومانية إلى آخره، هذا قبل الإسلام. الحضارة القرطاجية هي حضارة فينيقية، فينيقيون لما استقروا في قرطاج في تونس أغرتهم الجزائر بموقعها وخصبها فانتقلوا، والقرطاجيون كما هو معلوم قوم أصحاب تجارة، أصحاب بحر، أصحاب عمل، فأغرتهم الجزائر فجاءوا وأخذوا الساحل الجزائري وكانوا يقيمون فيه إن صح التعبير مراكز، مستوطنات، سميها ما شئت، كل 30 إلى 50 كيلا، كل 30 إلى 35 كيلا باختلاف تقديرات المؤرخين يقام مركز على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. هنا ابتدأت هذه المنطقة تثرى بشعوب يأتونها وبحضارة أخرى تأتيها، حضارة القرطاجيين. هذا كله تقديرات، يعني هم قالوا أنهم وصلوا إلى الجزائر سنة 1250 قبل الميلاد، وأسسوا مدينة هيبون وهي عنابة اليوم في الجزائر، مشهورة مدينة عنابة في الجزائر، أسسوها وكانوا أهل تجارة كما هو معلوم. ثم بعد ذلك جرت معاهدات بينهم وبين روما تجارية، ثم ورثت روما الأرض الجزائر واستقرت أيضا في الجزائر في يقال أنه في القرن الرابع أو بين الرابع والخامس قبل الميلاد. في ذكر هذه التواريخ عسر، كلما امتد التاريخ في الزمان كلما صعب، كلما امتد التاريخ في الزمان أوغل زاد ذلك صعوبة تحديد بالسنوات القضية. يقال في القرن الرابع قبل الميلاد، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، في القرن الرابع عشر، لأن اختلفت تقديرات المؤرخين في الحقيقة، والمصادر التي تحدثت عن هذا مصادر محدودة جدا تنوقل منها هذا الخلاف. فالمهم يعني هذا الذي يعنينا أن هنالك أشخاصا، أن هنالك حضارات قامت في الجزائر في ذلك الوقت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، جاء الفينيقيون ثم جاء الرومانيون، تكونت ممالك نوميدية كما كانوا يسمونها آنذاك، وهي ممالك البربر أيضا، واستقرت في حكم الجزائر مدة ليست بالقصيرة، إلى أن جاء الفتح العربي الإسلامي وعقبة بن نافع كما تعلمون، وانتقل العرب انتقالا كبيرا إلى هذه المناطق ومن جملتها الجزائر. تقديرات ابن خلدون هو مؤرخ إسلامي مشهور أن هنالك من قبائل بني سليم وبني هلال انتقل قرابة 300,000 إلى الجزائر، وحتى تقدير هذا شارلي جوليان أيضا هذا مؤرخ غربي تقديره يتقارب مع تقدير ابن خلدون، قرابة 300,000 من هذه القبائل جاءت وأزاحت قبائل بعض قبائل البربر إلى الغرب واستقرت في مناطق الشرق الجزائري. هذه تقديرات وأخبار عما جرى إلى استقرار الفتح العربي الإسلامي في الجزائر. وطبعا نحن نعلم أن الفتح العربي الإسلامي ذاك كان على مراحل ومراحل متعددة وطويلة، وتقلبت الجزائر وأخواتها تحت حكم الأمويين، ثم جاءت دولة الرستميين ودولة الخوارج كما يقولون، كان هناك خوارج في المنطقة رستميون، وهناك إباضيون في الجنوب أيضا جزء من دولة الخوارج، ثم جاء المرينيون والحفصيون، المنطقة الحفصيون في تونس كما تعلمون ومرينيون في المغرب. الجزائر خضعت تارة للمرينيين وتارة الحفصيين ثم استقلت تارة أخرى وهكذا، يعني المنطقة تقلبت بين استقلال تام وخضوع لبعض السلاطين المجاورين بحكم البربر، بنو زيان، بنو حمود، السنهاجيون إلى آخره، هذه كل الحكومات توالت على الجزائر إلى أن جاء العصور الوسطى كما يسميها الغربيون، بدايات النهضة الحديثة نسبيا من 1500، يعني ظهر الأخوان بربروس. أريد أتحدث عن في الحقيقة يعني هذان الشخصان
أنا لن أشغل الإخوة الآن بذكر تاريخ مفصل، فإن سيكون هذا مدار الحديث الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، لعظيم ما صنعا رحمة الله تعالى عليهما ورضي عنهما الأخوان بربروس، لكني أتحدث عن ما جرى من الحملات الصليبية على الجزائر خاصة. وتولى كبر هذه الحملات الإسبان كما هو معلوم، الإسبان الذين استولوا على مناطق كثيرة من الساحل الجزائري، استولوا على تلمسان، استولوا على بجاية، استولوا على وهران وهكذا. هذا الاستيلاء الذي جرى، طبعا نحن نعلم أن بعد ما أخرج المسلمون من أندلس وصارت عليهم النكبة العظمى وتفرقوا في البلاد شذر مذر، هذا الذي تفرق والذي بقى لقي أصنوفها من العذاب ومحاكم التفتيش، طمعت أوروبا في بلاد العالم العربي والإسلامي، وطمعت فيما طمعت بالبلاد القريبة منها كما هو معلوم، يعني ساحل البحر الأبيض المتوسط وأقرب البلاد لها المغرب والجزائر إلى آخره. فتحركت أساطيل أوروبا وبالذات إسبانيا بتحريض بابوي مشهور معروف، وانطلقوا ليستقروا في المدن الساحل المغربي والجزائري. قومي مقاومة رائعة ضخمة على مدار قرون، ثلاثة قرون تقريبا، إلى مجيء الحملة الفرنسية على الجزائر. على سبيل المثال ما جرى في المغرب، معركة وادي المخازن المشهورة في 1684، معركة رائعة جدا، توقف بعدها البرتغاليون ولله الحمد وهزموا هزيمة شنعاء على أيدي المغاربة الأبطال. وحدث أيضا تكرار لمثل هذه المعارك ما بين كر وفر، هزيمة ونصر في تلمسان وبجاية وهران ومناطق في الجزائر. تولى كبر ذلك كما قلت لكم الإسبان، الإسبان الذين حاولوا بكل ثقلهم وقدرتهم وطاقتهم الحربية البحرية أن يستولوا تماما على الساحل الجزائري، وبقوا في بعض المناطق أكثر من 100 سنة، لكن أخرجوا منها بعد ذلك في معارك بطولية رائعة ورائعة جدا. فرنسا نفسها كان لها حملتان صليبيتان على الجزائر قبل الحملة، حملة سنة 1830، حملة سنة 1682 وحملة سنة 1684. هذه الحملة التي جرت، الحملة الفرنسية الصليبية على 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 الجزائر، ما نجحت ولله الحمد، وجدت مقاومة صعبة ومقاومة ضخمة، والجزائريون بالمناسبة صخرة كبيرة تحطمت عليها كثير من الأساطيل البحرية الصليبية، سواء كان فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا، حتى إن إنجلترا أيام جاك الأول غزت الجزائر وتحطمت الحملة ولله الحمد. أمريكا نفسها هذا شيء غريب أيضا غزت الجزائر والحملة ما نجحت ولله الحمد، وهكذا الجزائر كانت صخرة ضخمة شديدة قوية تحطمت كثير من الحملات الصليبية على أرضها الطاهرة وثراها الطاهر. وذلك يعود أيها الإخوة والأخوات لفضل الله تعالى وحمايته أولا، ثم للأسطول الجزائري الرائع، أسطول ضخم قوي بني على أصول رائعة وقوية وحديثة، كان له أثر كبير جدا في المعركة، حتى أن فرنسا ما استطاعت بالمناسبة أن تستولي على الجزائر سنة 1830 إلا بعد أن تحطم الأسطول الجزائري الذي ساعد العثمانيين في معركة نافران المشهورة أو نافرين. هذه المعركة جرت بين الأوروبيين وبين العثمانيين، وشارك بالطبع الأسطول الجزائري، لأن الجزائر كانت تقع تحت الإيالة العثمانية، شارك في هذه الحملة وحطمت 40 سفينة من أسطول الجزائري. بعد ذلك تمكن الفرنسيون من ضرب حصار طويل كما سيأتي إن شاء الله تعالى الجزائر بسبب هذه المصيبة التي حدثت، وبعد ذلك تمكنوا من أخذ الجزائر، لأن الأسطول الجزائري مشهور المرعب على مدار أكثر من 3 قرون كان قد حطم أكثره في تلك المعركة المشؤومة. الجزائر وقعت تحت السيطرة العثمانية في منتصف أو في الثلث الأول من القرن 16 الميلادي، بتحديدا عندما جاء الأخوان عروج وخير الدين بربروسا، وعروج بربروسا رحمة الله تعالى عليهما وقعت تحت السلطة العثمانية، ليسمى بعد ذلك إيالة الجزائر، إيالة مثل يعني إمارة أو دولة أو كذا، كان لها نوع من الحكم الذاتي.
يعني ما كانت سيطرة مطلقة مثل سيطرة العثمانيين على الدول العربية، كانت سيطرة مطلقة، إنما كانت كان لها نوع من الحكم الذاتي وتبعية لا شك. يدعى للسلطان العثماني على المنابر، يستشار العثمانيون في الأمور الرئيسة في الجزائر، الحاكم يعين برضا أهل الجزائر وبموافقة العثمانيين. يعني نستطيع أن نقول أنه صورة من صور الحكم الذاتي، لكنها تقع تحت التبعية العثمانية في القضايا الخارجية، مثل القضايا الاتصالات مع أوروبا، قضايا الصلات الخارجية، المعاهدات التجارية، المعاهدات الخارجية عموما، العلاقات الخارجية، يعني كل هذه كانت تتم تحت الدولة العثمانية. إنما لهم حكم ذاتي في إدارة تسيير، في إدارة شؤون بلادهم وتسيير أحوالها، في وضع من يريدون من الحكام وموافقة السلطة العثمانية على ذلك، مثل هذه القضايا يعني. فكانوا يتمتعون بحكم ذاتي قوي وبحرية مكنتهم في الحقيقة من بناء دولة، ودولة قوية ودولة غنية، بقيت دولة غنية يسيل لها لعاب الأوروبيين قرونا، وكما قلت لكم لكن ما تمكنوا من السيطرة عليها إلا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، بعد أكثر من 3 قرون من محاولات المستميتة للسيطرة على الجزائر. وكان الجزائريون بالمناسبة خير عون للعثمانيين على مدار تاريخهم، خير عون للعثمانيين منذ سلطنة سليم الأول وبعده سليمان القانوني العظيم المشهور، كان يسمى سليمان القانوني في أوروبا أعظم سلاطين بني عثمان، وإما كان أحسنهم، أحسنهم كان طبعا محمد الفاتح أفضلهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير ذلك أمير ونعم الجيش ذلك الجيش. ومحمد الفاتح هو أفضل سلاطين بني عثمان، لكن أعظمهم، لكن أعظمهم وأوسعهم شهرة وأوسعهم بلادا وأقواهم وأشدهم إرهابا هو السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم، الذي دخل مصر والشام وحكم 50 سنة في أيامه. في الحقيقة تألقت الجزائر، وصلت إلى مستوى من القوة، مستوى رائعا، وساعدت العثماني مساعدة رائعة في حروبها البحرية وجهادها البحري، والأمر يطول بذكر ذلك، ربما أذكر بعض تفاصيله في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه نبذة عن تاريخ الجزائر إلى زمن الحملة، وأيضا جغرافية الجزائر. وأنا ذكرت جغرافية الآن بحدود السياسية المعروفة، بالمناسبة لم تكن هذه الحدود واضحة هذا الوضوح، إنما ظهر هذا الوضوح في أوائل القرن 16. وليس أيضا من طبيعة البلاد الإسلامية أن يكون فيها حدود صارمة، حدود صارمة، ليس هذا من طبيعة البلاد الإسلامية على مدار تاريخها. كانت بلاد مفتوحة، كانت بلاد تتميز بشيء من الحدود، لكن ليست حدودا صارمة مثل ما هو حاصل اليوم، لا. إنما تميزت الجزائر بحدودها الحالية تقريبا، بترابها الوطني كما يقولون الآن تقريبا، في أوائل القرن 16 الميلادي، يعني قرابة 5 قرون خلت، وهي بلاد ضخمة وكبيرة ولا شك. بالمناسبة هناك 7 آثار في الجزائر مصنفة حسب التصنيف العالمي على أنها آثار عالمية وجب المحافظة عليها: وادي تيزاب، مدينة جميلة، وهكذا بعض القصبة في الجزائر العاصمة، هذه مناطق تاريخية معنم بها تاريخيا عن طريق اليونسكو، مما يوضح ثراء هذه المنطقة، الثراء التاريخي الكبير لهذه المنطقة. كل السيطرة الفرنسية ما أثرت إلا الحمد على اللغة العربية، شعب جزائري مسلم وللعروبة ينتسب، هذه من جملة التعريف بالجزائر وأهلها وشعبها. الشعب يتحدث اللغة العربية بسهولة، هناك نسبة منه قرابة يعني يحددون بقرابة 20% هي نسبة قبائلية في أصولها بربرية تتحدث اللغة البربرية، كثير جدا منهم يعرفون اللغة العربية ويعرفون أيضا اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية، اللغة العربية اللغة الأساسية في الجزائر اليوم، لكن اللغة الفرنسية لغة التجارة كما يقولون، ولغة بعض المخاطبات الرسمية. أتمنى إن شاء الله تعالى من إخواننا في الجزائر أن يتخلصوا من التأثير الفرنسي على بعض الأحوال الإدارية، بعض الأحوال يعني أن اللغة هي عز الشعوب، عنوان عزتها بعد دينها، دين الإسلام هو عزنا، لكن أيضا مظاهر العزة الاعتزاز باللغة العربية. هناك قانون صدر الحمد لله تعالى من برلمان بالمحافظة على اللغة العربية، وفعلا
طلب من جميع الإدارات أن تتكلم وتتحدث وتكتب باللغة العربية، وهذا من فضل الله تعالى بعد أكثر من قرن وثلث. علمكم هذه معلومة أنا ما كنت أعرفها على بهذه الطريقة، في سنة 1934 عدت اللغة العربية بقانون فرنسي صادر سنة 1934 عدت لغة أجنبية يحرم استعمالها في البلاد وتداولها إطلاقا، 1934 بعد الاحتلال بأكثر من 100 سنة. فيعني المرجو إن شاء الله من إخواننا أن يستعملوا اللغة العربية أكثر فأكثر في مخاطباتهم وأحوالهم فيما بينهم رسمية خاصة. أكبر مدن الجزائر، الجزائر لا شك العاصمة، وهران عاصمة الغرب الجزائري، قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، وهناك بلاد أخرى، لكن هذه البلاد هي البلاد الكبيرة التي قامت عليها جل الأحداث التي سأذكرها إن شاء الله تعالى، إضافة إلى الصحراء الجزائرية فيها أحداث أيضا كبيرة وضخمة، وفي مقام الطوارق ستأتي إن شاء الله تعالى أيضا في الحلقات القادمة. هذه النبذة السريعة عن الجزائر في الحقيقة تحدثنا عن هذه البلاد الضخمة الرائعة وجغرافيتها وأهلها، ولماذا احتلها الفرنسيون، لماذا سأل لها لعاب الفرنسيين، هذا ما سيكون بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة الثالثة القادمة، لماذا احتلت هذه البلاد وأخذت. كان هناك قرار أوروبي بمناسبة وموافقة أوروبية كاملة منذ مؤتمر فيينا على احتلال الجزائر، كان 15 سنة حتى طبق هذا القرار حتى وجد الظروف المناسبة. للأسف الشديد فكان هناك إجماع أوروبي على هذا القرار بالنسبة لموقع الجزائر المتميز، وبالنسبة لثرواتها، وبالنسبة لجهادها البحري الضخم الكبير. إذن هذا تاريخ الجزائر قبل الإسلام، تاريخ مليء بالحضارات. تاريخ الجزائر بعد الإسلام تاريخ غني جدا، فيه أيضا دول متتابعة ودول كان لها أثر كبير على تلك المنطقة الرائعة، وثم بعد ذلك التاريخ المتوسط وفيه جهاد بحري رائع، ثم التاريخ الحديث الذي سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.